أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم الألمانية من الصفر مستوى A1. النهاردة الحلقة مميزة، وهنبتدي مع بعض نتعلم كلمات جديدة. وفي الحلقة أي كلمة جديدة هقولها ليها أداة أو فيرب هكتبها لكم تحت الصفحة. طيب النهاردة موضوع الحلقة إنك إزاي تقدم نفسك، كيف تعرف نفسك أو تقدم نفسك لوظيفة، لصاحب، لجارك، لمستوى الـ A1. بالجرمن wie man sich vorstellen، wie man sich vorstellen. تمام، عندنا هنا في الصفحة الأولى stellen Sie sich vor، دوت سؤال بيتقال اللي هو عرف نفسك، عرفت بنفسك. فأنا كاتب لكم إن الفيرب هنا يعرف اسمه sich vorstellen، sich vorstellen، وهو الفعل منفصل، وكل الكلام ده هنعرفه في المستقبل، ما تشغلش نفسك بيه دلوقتي. ولكن اللي أنا عايزك تعرفه إن معنى كلمة يعرف نفسك بالألماني معنى الفيرب دوت sich vorstellen. تمام، لما تحب تقول لحد عرف نفسك تقول له stellen Sie sich vor. تمام، فهنبدأ. هتقول له ممكن واحد تقول له إيش بين محمود، تمام، أو my name is محمود، أو إيش هايس محمود. طيب إيش بين يعني أنا أكون محمود، my name is اسمي يكون كذا، إيش هايس أنا أدعى كذا. تمام، فعندنا ثلاث طرق لمستوى الـ A1 تعرف بيهم نفسك. طيب تاني حاجة عندنا ممكن تقول له اسم العيلة، mein Familienname ist مثلا التلباني، اللي هو اسم عائلتي التلباني، و Familienname أداتها der. وملحوظة بسيطة إن الأداة دايما بتيجي من الشق التاني للكلمة، يعني لو كلمة متركبة فبتاخد أداة الشق الأخير، يعني نامة أداتها دير، ففاميلي النامة فبناخد أداة كلمة نامة. تمام، طيب إيه تاني ممكن نقول؟ ممكن أضيف أقول له مثلا أنا مصري، أنا جاي من مصر، فأقول له إيش كوما أوس إيجيبتن، إيش كوما أوس إيجيبتن، أنا من مصر. وكاتب لكم إني الفيرب يأتي معناه كومن دوت في حالة المصدر إنفينيتي، ومصر يعني إيجيبتن، ولازم تيجي من المناخير زي ما قلت في حلقة الحروف وهجاء اللغة الألمانية. طيب ممكن نضيف إيه تاني؟ تقول له عمرك مثلا عندي 26 سنة، عندي 25 سنة، عندي 16 سنة، فبتقوم قايل ايش بين 26 Jahre alt، بالراحة ايش بين 26 Jahre alt. تمام، عايز مثلا اقول له انا ساكن فين، فهقول له ايش wohne in Kairo، بسرعة ich wohne in Kairo، يعني أنا عايش في القاهرة أو في أي مدينة اللي أنت عايش فيها. طب ممكن نضيف إيه تاني؟ ممكن أقول له مثلا إيه اللغات اللي أنا بتكلمها. وكاتب لكم إن الفيرب يتحدث أو يتكلم معناه sprechen. تمام، فهقول له ich spreche Arabisch, English und ein bisschen Deutsch، يعني أنا بتحدث العربية والإنجليزية والقليل من الألماني، فهتبقى ich spreche Arabisch, English und ein bisschen Deutsch. تمام، طيب لو أنت طالب جامعي أو أنت طالبة جامعية فهتقول له ich bin Student للمذكر. طب لو أنت بنت ich bin Studenten.
طيب، وقاعدة ثابتة معانا، المؤنث بتاع أي كلمة في الغالب بيتضاف له إن، اللي هو بالإنجلش إن. تمام. طيب، لو أنت تلميذة لسه في المدرسة، فكلمة طالب أو طالبة لكن في المدرسة بيبقى اسمها شولا، اللي هي جاية من كلمة شولا، هتبقى شولا. إيش بن شولا، أو إيش بن شولارين. وكاتب لكم تحت إن شولا أداتها داء، والمؤنث تلميذة أداتها دي. تمام. طيب، ممكن تضيف إيه تاني؟ الحالة الاجتماعية بتاعتك، لو أنت أعزب هتقول إيش بن ليديش، إيش بن ليديش. تمام. طب لو أنت متزوج هتقول إيش بن فهيراتت، إيش بن فهيراتت. ففهيراتت هنا يعني متزوج. طب عندك أطفال مثلا 2، هتقول إيش هابت سباي كيندا. طب عايز تقول إن هما ولد وبنت، also ein Sohn und ein Mädchen. وكاتب لكم هنا ولد der Sohn وفتاة das Mädchen، وجمع كلمة طفل دي كندا، دي اختصار كلمة بلورال يعني جمع، وطفل يعني داس كين. جميل. عندنا ايه تاني؟ ممكن تتكلم عن الهوايات، الدي هوبيز، فهتقول له ماينه هوبيز زين ميوزك هورن، فيات رايتن، فيرنسين، فوسبال سبيلن. ميوزك هورن يعني بحب اسمع مزيكا، فيات رايتن يعني بركب خيل، وفيرنسين يعني بحب اتفرج على التلفزيون، فوسبال سبيلن يعني بلعب كرة القدم. والفيرب رايتن هنا بيجي مع ركوب الخيل أو الجمال، أو اللي هو إنك أنت تركب أي حيوان، بنستخدم الفيرب رايتن. تمام. ده كده كان حلقة إزاي تعرف نفسك لأي شخص أو وظيفة في مستوى الـ A1. تمام. نعمل عليهم مراجعة سريعة. في من زيش فورشتيلت، كيف يعرف المرء نفسه؟ فهنقول قايلين Mein Name ist محمود، oder أو إيش بن محمود، أو إيش هايسة محمود، أنا أدعى محمود. طيب، Mein Familienname ist التلباني، تقوم قايل اسم العيلة. إيش كوما أوس إيجيبتن، أنا من مصر يعني أنا مصري. إيش بين 26 يارا ألت، أنا عندي 26 سنة. إيش فون إن كايرو، أنا عايش في القاهرة. إيش بريش أرابيش إنجليش und ein bisschen Deutsch، يعني بتكلم العربية والإنجليزية ولكن القليل من الألمانية. إيش بين ستودنت، أنا طالب، أودا ستودنتن طالبة جامعية. طب لو تلميذ إيش بن شولا، شولارين. تمام. لو أنت لسه أعزب إيش بن ليديش، طب متزوج إيش بن فهيراتت. طب عندك طفلين إيش هاب زفاي كيندا، ولد وبنت also ein Sohn und ein Mädchen. طيب هواياتك إيه؟ هتقول له meine Hobbys sind Musik hören، بسمع مزيكا، Pferd reiten، بركب خيل، Fernsehen، بشاهد التلفزيون، Fußball spielen، بلعب كرة قدم. بس كده، ده كان حلقة ازاي تعرف نفسك لمستوى الـ A1. كل اللي انا طالبه منكم انكم تحفظوا الكلمات الجديدة زي ما هي مكتوبة، مثلا ميوزك هيرن يعني بسمع الموسيقى، فيات غايتن يعني بركب خيل. ده كل اللي أنا طالبه منكم،
وتكتبوه في الكومنتس تحت لو انتوا حابين تضيفوا هواية، حابين تضيفوا اي كلمة انتوا عايزين تعرفوها اكتبوها لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليكم. واتمنى ان تكون الحلقة عجبتكم النهاردة. بس معجب.